عايز مني ايه يا ونوس انت وياقوت؟ مش عايز حاجة، أنا عايز فلوسي. عايزين ايه من بيتي وعيالي؟ اسألي ياقوت. ياقوت مات بالنسبة لي، أنا بسألك أنت. وأنا جاوبتك يا ست انشراح. أنا راجل في آخر أيامي ومحتاج فلوس، وياقوت بيلوعني ومش عايز يمضي. قلت العيال يضغطوا عليه. محدش هيخرب بيتي يا ونوس. تعالي جاسو، تضحك على عزيز وتزغلل عينيه بشوية فلوس، تلعب على فاروق على نبيل، محدش هيخرب بيتي. بيتك؟ بيتك عندي أهم بيت في الدنيا، وعيالك زي الفل. هو في حد ربى عياله زي ما أنت ربيت يا ست بشراحة؟ كتر خيرك. علشان كده أنا طالبة منك إنك تبلغه إنه يحل عنا. إحنا يا سيدي وش فقر، لا عايزين فلوس ولا عايزين ياقوت. ممكن تبلغه بكده؟ حاضر ست انشراح، أنا هبلغه. أول ما ألاقيه فايق وقادر يسمعني هبلغه. فايق؟ من إيه؟ من السكر. سكران ليل نهار. أنت مش قلت إن هو عيان ونايم تحت الكوبري؟ ما هو السكر ده مش عايز يا ست انشراح. الفلوس اللي مش حاطها بالناس بيسكر بيها. ماليش دعوة أنا، يسكر يعيا يغور في 60 داهية، المهم يحل عني. حاضر يا ست انشراح، حاضر. وأنت تبعد عن عيالي. يا ست انشراح، أنا راجل وحداني، لا عيل ولا تايل. عيالك بيوحشوني، بيبقى نفسي أشوفهم وأشوفك. لا معلش، لا تشوفنا ولا نشوفك. ممكن؟ حاضر ست انشراح، حاضر. القعدة دي تمنها غالي قوي عندي. أنا لو ما عملتش في عمري كله غير إني أقعد معاك القعدة دي لوحدنا هيبقى كفاية. اللي عندي قلته، وبلغ ياقوت إن 20 سنة كتير، اللي غاب زي اللي مات. حقك طول عمرك يا ست انشراح شايل لوحدك. حتى الفلوس اللي كانت بتتبعت لك زمان بطلت، هي كانت بتسند. وانت تعرف منين ان هو كان بيبعت فلوس لبكر؟ ما هو انا اللي كنت بوصلها لزوره، كنت باخدها منه غصب عنه بالعافيه عشان خاطرك وعشان خاطر العيال. عمر الفلوس ما تربي عيال يا ونوس. وحتى لما بطل يبعت ربنا قدرني. حصل بالجمعيات والسلف والشقة، كنت اعمل الجمعية وقبضك انت اول واحدة، وحلف الست سومة انها تفهمك ان الجمعية دي ناس كتير قوي، انا لوحدي كنت كل الناس الكتيرة دي. ايه؟ مش مهم، انا عمري ما ندمت. انت تستاهلي كل خير، انت الست اللي طول عمري بوصلها باحترام وانبهار، الست اللي نسيت جمالها المبهر عشان تربي عيالها. انا هقوم وكده باب واتقفل يا ونوس. حاضر ست انشراح، حاضر. بس امانه عليكي تطمنيني من بعيد لبعيد، لو احتجت اي حاجه اي حاجه يا ست انشراح فكري بس في ونوس، هتلاقي كل اللي انت عايزاه تحت رجليكي. يلا اتفضلي عشان ما تاخريش على كده. مع السلامه ست انشراح. هه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